ازاي تشتري اختبار الايدز بتاع البيت وازاي تعمله. بتفتح الكيت او العلبة وتشوف المحتويات بتاعته اللي هي زي ما موجود عندنا كده في الشك. على اقصى اليمين دية الشكاكة، يعني الابرة اللي بتاخد بيها عينة الدم اللي بتشك بيها الصباع، وجنبيها قطارة فيها محلول الايدز، والفويل اللي فيه الكاسيت نفسه جوه الكاسيت ومعاه قطارة، وبعدين دي الالكحول اسواب اللي هي ايه المسحة الكحولية. بتطهر الصباع بالمسحة الكحولية وبعدين بتشك بالشكاكة اللي موجودة، فبتطلع نقطة دم. نسحب نقطة الدم دي بالقطارة وبعدين نحطها في المكان المخصص من الكاسيت بتاع الاختبار، ونحط عليها المحلول اللي موجود معاها في العلب. نترك الشريحة على مستوى أفقي من غير ما نهزها ولا نيجي ناحيتها، نتركها حوالي 3-4 دقايق لحد ما المحلول يبتدي يتسرب في الفتحة المستطيلة. والفتحة المستطيلة ديت عليها علامتين، أول علامة قريبة من عينة الدم مكتوب عليها تيست يعني اختبار، وتاني علامة البعيدة مكتوب عليها كنترول يعني الكنترول. ظهر خطين في التحليل ده يعني النتيجة إيجابي، لكن لو كان ظهر خط واحد تبقى النتيجة سلبي.